طبعا النادي الاهلي في الرياده دايما، ودايما هو اللي بيبتدي. ومشروع اللائحه ده لا يجوز ان النادي الاهلي العريق اللي اتعمل من 1907 اكبر نادي في الشرق الاوسط وفي مصر ان ما يكونش له لائحته ويكون شغال بلائحه اخرى. فكان مجلس الاداره بأول يوم جه ابتدى يشتغل في موضوع تجهيز لائحه للنادي، وجهز صياغه بلجنه صياغه ولجنه مركزيه وشكل لجان، وخرجت للنور مشروع اللائحه. مشروع اللائحه ده هي دي ليست لائحه نهائيه، ولكنه مشروع لائحه. اللائحه اتعملت وفيها مواد، هذه المواد قابله للاضافه والحذف والتعديل، وتم كان قرار المجلس المحترم ان يبقى فيه حوار مجتمعي خاص بالمشروع اللائحه، وتم الانتشار في الثلاث فروع بالنسبه للنادي، منهم طبعا فرع مدينه نصر، الاهتمام بهذا الموضوع، وتم توزيع التفاعل مع الاعضاء، توزيع مشروع اللائحه، تلقي طلبات الاعضاء في على مقترحاتهم وتوصيلها للسيد المدير التنفيذي. فالامور الحمد لله ماشيه في اطار محترم جدا. بندعو الناس انها تتواجد في يوم 28 ان شاء الله، لان النادي الاهلي لابد ان يكون له لائحته، لا يجوز ان النادي الاهلي لا يعمل بلائحته اللي هو عاملها، ودي ان شاء الله هتبقى لائحه نموذجيه نتيجه اللي بيتم ده ان هو موضوع المناقشات وورش العمل. هنا في مدينه نصر اتعملت اكثر من ورشه عمل لمناقشه اللائحه، وحصل اجتماعات. حاليا واحنا واقفين دلوقتي في لجنه الرواد عامله ورشه عمل لمناقشه مشروع اللائحه، ففي الاهتمام في عندنا الحمد لله. في عندنا تم تجهيز مكان لمناقشه الساده الاعضاء، وكلهم متطوعين اعضاء النادي، وفي تواصل كويس جدا مع الاعضاء. الاعضاء يعني توزيع اللائحه ماشي يعني بمعدلات كويسه جدا، تفاعل الساده الاعضاء ماشي كويس جدا. في اكتر من طريقه للساده الاعضاء لتوصيل مقترحاتهم وارائهم، هي اما عن طريق الايميل او عن طريق اداره النادي، عن طريق الصناديق، فكل هذا متوفر للاعضاء. في تجاوب كويس جدا، في حب من الاعضاء لناديهم، في الاهتمام بكل واحد بيقول رايه وبحريه كامله دون رجوع. احنا بنتفاعل مع الاعضاء وبنوضح ان هذا مشروع لائحه وليس لائحه نهائيه. فانا بدعو الاعضاء انها تتواجد بكميه ان شاء الله يوم الجمعيه العموميه علشان تقول رايها في اللائحه وتخرج للنور بقى لائحه النادي الاهلي. ودايما النادي الاهلي لابد ان يكون له لائحه.